كل لما حد يتضايق من حد يقول عليه ده نرجسي كل لما حد يزعل حد يقول عليه ده نرجسي نرجسي وبيتلذذ بان هو يضايقني ويعذبني اي شخص بيتقال عليه نرجسي خلينا نعرف النرجسي كده عشان الموضوع زاد جدا هو الحقيقه يعني ده استخدام خاطئ للفظ مبالغ فيه جدا لانه النرجسي معناها انه شخص شايف نفسه انه امكاناته اعلى من الاخرين وانه اعلى قيمه منهم الامور بتبقى واضحه قوي لما يكون ما فيش مقاومات لده اصلا يعني لما انا بلاقي حد قيمته الفعليه عاليه جدا وهو شاعر بده فما بقدرش اوصفه بسهوله بالنرجسيه انما المشكله بتبان قوي لما يبقى واضح انه شخص عادي جدا وليس هناك ما يميزه ولكن هو شايف انه اعلى قيمه وقامه من كل المحيطين به بدرجه فارقه عاليه قوي كمان م. يعني في سمات نرجسيه يعني يعني في فرق بين السمات اللي هي الانسان موجوده فيه والظروف اللي حواليه بتعززها كمان شويه فسمه فيه انه في الحته بتاعه النرجسيه دي شويه م. لكن هنا ده مرض نقدر نقول عليه اجتماعي او مرض في شخصيته م. م. نتيجه لاحتكاكه بالناس بيبان انما الموضوع بيستخدم غلط جوه المجتمع لان احنا ايه بنفشغل لنا بالكلام الناس تلاقي زميل ليها متعالي شويه نرجسي واحده متضايقه من جوزها دي الموضه اللي من دول الزوج النرجسي على الفيسبوك تلاقي حضرتك الزوج النرجسي الزوج النرجسي في جروبس كتير قوي للدعم النفسي ضد النرجسي وبعدين لما تدخل تبص على البوست تلاقي ان الكلام كله مثلا الراجل قال لها اعملي لي شاي آه ولا لا يعني فهو يعني بيعذبها كده وكانه هي لفظه إن جديده ده آه. يا دكتور حضرتك بتقول انه متعالي متعالي ومؤذي ولا متعالي فقط لا ما هو ده اللي جاي فيه مم. يعني انا بقصد ايه انا بقصد ان دي لفظه رغم انها قديمه جدا لكن انا بعتبر طريقه استخدامها بالكترة دي وفي غير مكانها ده شيء مستحدث جدا مم. مم. زي ما كلمه تنمر مم. كلمة جديدة ما كانش الناس بتسمعها قوي يعني رغم ان المفهوم بتاعها موجود. نعم. في فرق كبير بين ان حد فيه سمات النرجسية وان عنده مرض اسمه اضطراب الشخصية النرجسية. مم. ده مرض زي ما حضرتك قلت في الافتتاح دلوقتي بتاع الكلام يعني. اضطراب الشخصية النرجسية هو أحد اضطرابات الشخصية اللي تستدعي العلاج او الخضوع للعلاج يعني الشخص لازم يتعرض للعلاج لانه <applause> هيعمل مشاكل اجتماعيه ضخمه جدا للي حواليه ولنفسه كمان <applause> هو اضطرابات الشخصيه في مشكلتها انه ما فيش توافق مع الاخرين مش عارف يتوافق في داخل المجتمع ده, ده بيحتاج علاج نفسي وعلاج سلوكي